تعور اجي ناخذ اسمع يا ابو بطنك جاهزه هذه بالله بقاله طالبين اغراض بسم الله شوف شوف طب قفل قفل المحل اللي جيت الاغراض موجوده وابشروا ايش فيه الحين تصير بقاله 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 الامور الثانيه انا ما ابغى ابلا يا وقف قلبك شوف والله شفت قلب ما في وانت ايش قاعد تسوي سلامات سلامات استشفى الرؤية الطبية يا خماش خلوا خلوا الرؤية الطبية فاتك ما فيك تعال خالد تعال تسمم تسمم تعال خالد شوف شوف اعوذ بالله شوف الحملات لا 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 رئيس مهدية لا لا هذا ما في قلبه رحمة تعال 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 لا لا ما في رحمة ما في رحمة لا ما في رحمة كلش قوم انت ايش قلبك رحمة ما ابكي الحركة الحركة اي ابكي يلا سلامات سلامات ما ابغى اقطع رزقهم بس تسممت تسممت لا تسمم لا تسمم لا اللاين هذا قم قم تسممت تسممت ما عندنا دية ما قفل انا خربت تممنا بعد كوزي كوزي نوجه الكوزي عبد الله امسك شيء يروح تسمم شك هذا على اساس عشان يروح تسمم مساعي البلديه ما قفل ليه ما تقفل ليه ما تقفل ليه لان هدوء يا شباب متسمم الرجال ليه ما تقفل لا ما تسمم شوف لا لا كذاب كذاب شين الرؤيه كذاب التسمم اول شيء الرجال طالب اغراض ولا دخل ايه شبطنا ها بس 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 شبطنا انت يا بس شبطنا شبطنا هات اغراضك بطل متسمم شكرا يا رئيس البلدية اغراض ابشرك وصلت ابشر والله بسعد شكرا والله بسعد شكرا يا رئيس البلدية افدا خشمك شكرا شكرا على تعاونك ابشر بس سعد اي شيء تبونه تجار تونا ناشئين ابشر عندنا انا ابي شغلكم مرتب ابي شغلكم جد ولازم مننا بطني يعورني احنا على توجيهاتك الله يوفقك لازم توجيه كذاب كذاب رئيس البلدية قال كذاب الله يوفقكم هذا شغلهم دخل كان العيال عاطلين الشباب دي 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 شوي وسع وسع ما يصير ها خلاص خلاص هذا ما يبيعون هذا ما عي 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 عنا ما ما خربان منع منع لازم تاخذ الجار منع اليوم تحت التحقيق اليوم لازم تاخذ الجار خليهم تحت التحقيق الحين شنو بقالتكم الحين بقالتنا بنكمل اغراض بس خلهم يروحون عنا اللي هم قاعدين يسرقون يلا يلا خلاص ما عيون عبد العزيز اللي قلب عبد العزيز هاشم بقالتك الجديده يا عبد العزيز عشان ما عاد ياخذ هاشم بقالتك اللي دخلت يلا بسم الله يقول له وين تحس تسمم فيك الله يخليك الله يجزاك خير خلاص خلاص خماش ما عليك موظف بلديه ايه بنقفله ما عاد ادري غلط بسيط اقول وين تسمم بقول غلط جايبين نودل تسمم برجل جايبين نودل ايه يمكن ياكل اساله وين تسمم انا ماني ابغى انا ما بقول خلاص خلاص تعال انا خلاص خلاص انا ما بقول خلاص خلني اتكلم خلني اتكلم خلني اتكلم خلاص حبيبي خلاص انا ما بقول اقطع رزقهم خلاص ما بقول اقطع رزقهم بس ان يا رب يقفلون تسممنا شوف الاغراض الجديده شوف والله ما خلص حلو شكل تسمم ها اشياء اضافيه جبنا نودلز اجبان تركي توكل على الله توكل على الله يا الربع يا الربع تصلون على النبي تصلون على النبي يا الربع انا اهم شيء عندي اسمعوني اسمعوني اسمع يا فيصل انا اهم شيء عندي انا اهم شيء عندي النظافه 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 لانها في وجهي النظافه شم النظافه شم الريحه موظف البلديه ابشوف شنو رده الفعل قلت شفتها بعيونك ما يصير انت كيف الحلاوه انت القدوه عندهم لكنك ما قفلت وانت عيني على امي واخواتي ولا هم ما قفلت شوف انا وعدكم وعد اسمعوا الوعد اسمعوا الوعد اسمعوا الوعد انا وعدكم وعد اذا الامور كلها طيبه والنظافه ممتازه ابشروا والله بسعد باللي تبونه ما نبغى اللي تبونه ما نبغى شوف شنو اجرب انا جالس اجرب تراك تعصب ولا ما تعصب ايوه يا ولد ها تعب من راح سم كيف قلت له امر كوزي عندي كوزي ولا شو كيف قلت الولد عندي كوزي في شيء في شيء لا ما اطلب والله شوف شوف عجب بلدي على الغاضي شو قفلوا ثلاث ايام شو عيون والله ما ودي اسوي شيء بكوزي ثلاث ايام عشيات كوزي نظافه توفير اجمل لا هذا حالة الاول يا خمس هذا ايش فيك انت تعبان ايش فيك؟ لا بس اللي خلص من عندهم وجاني تسمم والتواء في المعده والجب جاب وجه في فعاليات جاه ملطومه وجاني لوف من حلاوتهم ولا تم التعامل معهم انت باي قرار ضرب خلاص بسوي اللي يرضى شوف شوف اقدر يون اربع راسك
اربع اربع راسك اربع راسك اربع راسك اربع راسك يا سعودي اربع راسك ليش طايح؟ ما اقدر من الحلاوه انا جاني التواء في الجنب عطى عطى دبا تعال تعال شوف كيف شوف كيف حتى مشيت معك زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي.